الرحمن الرحيم. الكاتب العام ديال جمعيه امجاد لساسفه، كما كانت كتشوفوا الاخوان، حنا كنتفاجئوا اليوم، جينا مع الوحده ونص، بقينا هنايا حتى هي جوج وثلث دابا، واحد 40 دقيقه ولا 45 دقيقه وحنا قدام الملعب، تتفاجئوا تلقاو الملعب مسدود كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا. التيران ما فيه لا اشغال لا والو، الفرق كاع كيبداو كيتهيئوا، المغرب كامل التيرانات محلولين فيه، ولساسفه هانتوما تشوفوا اش دايرين، ما كنستافدوا لا ماديا لا لوجيستيكيا، لا خاسرين الماسوط ديالنا وجايبين ترونسبور وليدات تجي للتيران، وحنا تتفاجئوا تلقاو التيران مسدود. قلنا لهم عطيونا البديل والو، لا مجيب، حتى واحد ما بغى يتعامل معنا. واش الرياضه بغاو يدفنوها في المغرب؟ الا بغاو يدفنوا في الرياضه في المغرب، حنا مستعدين نستقلوا ونشوف حالاتنا ونخليهم هما، نديروا البومبات ونديروا الجوانات ونديروا الفانيل، هذا الشيء اللي بغاو هاد الناس. السلام عليكم، العداد جواد امين المال في الفريق. تواصلت مع السيد المسؤول على الرياضه فقال لي بان الملعب بغى يتسد لانه فيه اشغال، فإذا كان الناس كيخدموا بإدارة وكيخدموا بإحترافية فعليهم يعلقوا واحد الإعلان بأن الملعب غيتسد، لأن تحبسات البطولة في شهر 5 كان من أم ينطو من شهر 5 يدخل الملعب في الإصلاح، فحنا دقينا جميع الأبواب، حطينا للسيد الرئيس طلب لقاء باش نحلوا مع المشكل، ما كان حتى شي جواب من السيد الرئيس، الله كيزيها عندنا، كنتصلوا بالجهات المعنية حتى شي واحد ما كان حتى جواب منه. ما عرفناش واش اقصاء الفريق في هذه المنطقه الوحيد اللي كيمثل منطقه لساسفه في قسم ممتاز، ما عرفناش، حنا ما عرفناش، حنا بغينا تدخل من السيده العامله تحل لنا هذا المشكل ديال هذا الشيء هذا، لان حنا ما كندافعوش على الانفس ديالنا، حنا كندافعوا على الفريق، الفريق ما ديالي انا ما ديال حتى شي واحد، الفريق ديال المنطقه كيخص ابناء المنطقه، فانا غير مسير اليوم نكون وغدا قدر ما نكون. فاتصلت بالسيد المسؤول سعيد اعريش مسؤول على القسم الرياضي، فقال لي بلا الملعب غيتسد، قلت له انا حلول فغادي نترينيو، ما كان حتى شي تجاوب مقنع منه، شي تجاوب مقنع منه ولا شي جواب مقنع ما عطاش ليا. فتيقول لك قال الكاتب العام قال لي خاصك تمشي للغابه وتمشي للغابه والبحر، فقلنا له ما كاينش مشكل يا سيدي نمشيو للغابه والبحر، ولكن شكون اللي غيسير الترونسبور راه كيتحرك من المازوط، شكون غيدعم هذا الفريق باللوجيستيك؟ والفريق ثلاث سنوات ما دخلش ليه المنحه، كاين واحد الرئيس هو اللي كيموتيف على الفريق، هو ابن المنطقه، فهذا الرئيس حنا شنو نحلبوه؟ واش نكريسيو هذا الرئيس هذا باش يبقاو هاد الناس على خاطرهم؟ حنا انتخبنا على هاد الناس كيمثلونا، خصهم يمثلونا وخصهم يشرفوا المنطقه، ولكن هاد الناس ما شرفوا حتى شي حاجه. حنا بغينا شي مسؤول اليوم يتكلم معنا ويشرح لنا الظرفيه اللي كنعيشوا، حنا ما بغينا حتى شي حاجه من هاد الناس، حنا كندافعوا على الفريق ديالنا، وفريق ماشي ديال المنطقه. ومن اي حق اي واحد يلعب في هذا الفريق، ومن حي من حق اي واحد يدافع على هذا الفريق. فاذا كان اقصاء يقول لنا هذا الشيء راه اقصاء، خرجوا لنا بواحد القرار، حنا ما بغينا حتى شي حاجه من هاد الناس، على الاقل فاش التيران تحبس علق اخويا اعلان، واش كيبان لكم شي اعلان معلق هنا بلا التيران بلا الملعب محبوس؟ ما شفنا حتى شي اعلان، خدموا باحترافيه، خدموا باحترافيه، والسيد الرئيس واش السيد الرئيس من يدور صفقات ما فكروا في الشان الرياضي في المنطقه. الان شنا نائبه الرئيس شنا كاين هنا وشنا مستشار حتى هو كان، بحال حتى حاجه ما كاينه، دازوا مشاو في حالاتهم بحال حتى شي حاجه ما كاينه. فاذا كان اقصاء يقولوا لينا باش نعرفوا حتى حنايا الفريق اسيدي نجمدوه كاع، حنا من هذا الفريق ما باغينوش في المنطقه، حنا هذا الفريق نحيدوه كاع اسيدي نجمدوه اسيدي حنا كاع، ونهنوا حنا راسنا وهنوا حتى هما راسهم اسيدي. الفريق حنا راه ضحينا عليه، بعنا الفراش ديالنا، بعنا مع شنو بعنا المنازل ديالنا، بعنا من اجل هذا الفريق هذا اللي ما عرفتش شي واحد، راه ما بزاف اربعه اشخاص كيدافعوا على الفريق والمنطقه، ورئيس المنطقه رئيس المقاطعه ما كاينش تجاوب منه، راه حشومه، هذا هو اللي كاين وشكرا. معكم مصطفى الدرياني مدرب فريق امجاد لساسفه. اليوم انا ولد المنطقه ديال لساسفه، اول المنطقه ديال لساسفه، ورجعت للمنطقه ديال لساسفه ديالنا باش نشتغلوا فيها ونخدموا فيها. الحمد لله كنجي باش اليوم كنتفاجئوا بان الفريق ديالنا بدايه الموسم هذه، اليوم كنتفاجئوا بان الملعب مسدود وما غندربوش، وحنا البطوله غنطلق ان شاء الله في شهر 9، ما بقاش عندنا الوقت. نوجه للناس الغيورين، الناس الغيورين على الرياضه بالمنطقه ديال لساسفه، والناس المسؤولين على التسيير ديال الشان المحلي
كنبغي هذا الشيء ماشي في الصالح ديال هذه المنطقه، وهذه المنطقه ديال لساسفه اللي غنيه بمواهب، والحمد لله ان شاء الله اللي غتعطي اشعاع على مستوى كروي. يعني كيتواجد عندنا ملعب من احسن الملاعب في الدار البيضاء، منطقه ديال لساسفه، نتمنوا يوجدونا غير الملعب ديالنا باش نخدموا مع الوليدات في المستوى المطلوب. السلام عليكم، اسمي عمران ضافر، حنا ولاد المنطقه ديال لساسفه، سينا في الصباح جينا التيران ديالنا فيه الاشغال، جينا بانتريو في التيران هذا كيمنعونا، ما عرفناش السبب علاش، حنا الدراري كاملين واقفين كيتسناو، حتى واحد ما خلاونا ندخلوا كاع، وانا دابا ندخلوا نترينيو وحابسين ما عرفناش علاش، والدراري كاملين عندهم رغبه باش تريني وباغيين يطلعوا الفريق ديالنا، ولساسفه كامله واقفه، انتوما كشتو كلشي على عينيكم.